Independent females are so undervalued. She doesn't need you. She just wants you. مرض نادين الراسي يقلق الجمهور. ظهرت متعبة في الفراش، وهذا ما كشفته عن حالتها الصحية. نادين الراسي تقلق الجمهور على صحتها. ظهرت متعبة في الفراش، وهذا ما قالته. أخلقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جمهورها ومتابعيها عبر إنستغرام بعد أن نشرت صورة لها ظهرت فيها وهي في الفراش وعلامات المرض واضحة عليها. وكشفت نادين في تعليق لها على الصورة تفاصيل مرضها، إذ قالت: كلنا بحاجة لرعاية واهتمام ومحبة تنقدر نتخطى ونكمل. مضيفة: شوية حديد وفيتامين والأمور بألف خير. الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين عبروا عن قلقهم على صحتها، كما تمنوا لها الشفاء العاجل، في حين نصحها البعض بأن تأخذ قسطاً من الراحة وتهتم بصحتها أكثر. ابعد عنه، اترك الشغل وانساه وانفذ بحالي. وفي سياق منفصل، كانت نادين الراسي شاركت مع متابعيها عبر الستوري مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر احتفالها بعيد ميلاد ابنها مارك حتشيتي في فاريا برفقة عدد من الأصدقاء، إذ لفت قالب الحلوى الأنظار الذي جاء على شكل طبيب، وهي مهنة مارك الذي يعمل كمعالج فيزيائي. وقد احتفل مارك بعيده مع والدته نادين الراسي وعدد من الأصدقاء ضمن أجواء حماسية مميزة مليئة بالحب والفرح. من جهة أخرى، وبعد فترة قصيرة من انفصالها عن خطيبها مجد دعبول، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو مع أغنية لساتني جنبي للفنان الأردني الأخرس، حيث تتحدث كلمات الأغنية عن الخيانة. هذا الفيديو أثار موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور نادين، الذي اعتبر أنها بهذه الخطوة تحاول إيصال رسالة غير مباشرة عن تعرضها للخيانة من قبل خطيبها مجد دعبول، الأمر الذي أدى إلى انفصالهما، علماً أن نادين نفت في وقت سابق كل ما قيل في هذا الخصوص، مؤكدة أن مجد هو من أشرف وأنبل الرجال. وكانت نادين الراسي خرجت عن صمتها في وقت سابق بعد انتشار خبر انفصالها عن خطيبها مجد دعبول وما قيل عن خيانة الأخير لها، لترد لأول مرة كاشفة تفاصيل جديدة عن علاقتهما. وفي حديث لمجلة الجرس، نفت نادين الراسي أن يكون مجد دعبول قد خانها مع امرأة أخرى قائلة: مجد أنظف رجل عرفته بحياتي. مضيفة: لا نزال نحب بعضنا حتى الآن، لكن النصيب أقوى منا وانفصلنا برضا وتوافق.